مسكت السكينة لإخواتك البنات يوم هو الموقف ده يوم وفاة والدك. ليه؟ بس أنا كنت بعرض المسرحية وكنت اتجوزت وقاعد في مدينة نصر، فساعة أفوت يوم كده بعد العرض أروح، هو كان مريض بقى تعبان يعني، ففي اليوم ده قلت لا لازم أعدي عليه، فعديت فلقيت أختي سلوى وأخواتي البنات قاعدين جنبه وهو على السرير وبيقروا قرآن وكده، وأنا مسكت إيده وطبطبت عليه وبوسته، بس هو شبه غيبه بقى يعني. هم كلموكوا قالوا لك تعالى ولا أنت عديت صدفة؟ لا أنا رحت يوميها، أنا رحت يوميها، فقعدت جنبه بقى فالفجر الدن، فوأنا بصلي وبقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الصوت عالي بتاع العياط، ففهمت على طول. فقمت جري فلقيت لسه البنات بقى انت عارفه الصويت يعني، ورحت جري على المطبخ ماسك سكينه وقلت لهم اللي هيصوت هذبحه، مفيش صوت خالص. ليه؟ لا حرام بقى، وانا مش عايز يتعذب بصوتنا، فقلت لهم اللي هيتكلم هذبحه، محدش صوت خالص، وتمسكت وربنا أنزل السكينة على قلبي، ويعني الحمد لله أنه عدت اللحظة من غير خسائر. واجهت اللحظة اللي كنت خايف منها، عقدتك من وانت عندك 10 سنين إن بابا يحصل له حاجة بالضبط وتوفى وانت معاه في الأوضة، واجهتها إزاي؟ كانت لحظة صعبة جدا، كانت روحي رايحة يعني، أنا ما كنتش دريان بحاجة إلا إن مش عايز حد يصوت ولا حد يزعق ولا حد يعمل عشان روحه ما تتعذبش. يعني بنسمع يقولك الصوت ده بيأذي الميت، وف يعني وهو كان راجل حاج ووالدتي حاجة الله يرحمهم، يعني حبيت برضو الصورة تبقى جميلة. اتوفى سنة كام؟ سنة انت انا النبي انا في السنين في التواريخ لا من 35 سنة. طب ازاي من 35 سنة حافظ من كام سنة ومش حافظ سنة كام؟ لا عشان سألت محمد اخويا قلت له هو توفى امتى، الولد قال لي من 35 والحاجة من 25. من 35 يبقى توفى سنة 85 حاجة و80، لأن على الرصيف فعلا كانت حاجة و80، 89 ممكن 88. كنت وقتها بتعرض على الرصيف واخدت اجازه يومين؟ ما فيش، هو يوم يوم. جلال الشرقاوي ربنا يديله الصحه وقولي الصوان والعزا وكله، تاني يوم قال لي ايه، قلت له هعرض ان شاء الله. قدرت ازاي انك انت تضحك الناس؟ طبعا لما دي بتحصل فنانين كتير يعني، اللي هو انه ما يقدرش يتسبب في اذى اسر كامله بتشتغل، فأول ما طلعت على المسرح طبعاً مش داري أنا بعمل إيه، ولا بس مع بداية الناس التجاوب والضحك أو الواحد بينسى نفسه زي بالظبط بيحصل لي أنا، كان دايماً يجي لي ديسك في أي مسرحية لازم ظهري يقفش، لازم في كل مسرحية، وكنت أشتغل وأنا محني كده وبعد ربع ساعة أدفى أسخن أنسى وأشتغل. فهي دي اللحظة تقريباً اللي حصلت لي، ان انا فضلت متاثر اول مشهد بس مع الزملاء ومع الاحساس والناس، فالواحد بينسى. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.